السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحبايبي المتابعين ومشتركي القناة. درس النهاردة إن شاء الله هيكون عن تصميم داخلي، هنتطرق فيه لأهم الأساسيات اللي تعرفنا إزاي نقدر نعمل شغل احترافي. مش هنخش في تفاصيل كتير. هستخدم برنامج السينما 4D إصدار 21 والكورونا ريندر إصدار 4.3. أنا استعنت ببعض الملفات الجاهزة سواء كانت موديلنج أو خامات. في البداية هنفتح البرنامج، وقبل ما اخش في الدرس برضو حابب اوضح لقطة مهمة جدا خاصة بالشورت كاتس، لازم تكون عارفها خصوصا لو انت مبتدئ في البرنامج، هتسهل عليك كتير. الاول هنشئ كيوب. لو انت ضغطت رقم 1 في الكيبورد وحركت بالليفت كليك حرك معاك السين بالكامل، لو ضغطت رقم 2 عمل معاك زوم ان وزوم اوت، لو ضغطت رقم 3 تقدر تعمل روتيت. في نفس الوقت حرف الاي لو ضغطت عليه نقلك لقائمة الموف، تقدر تحرك الكيوب بتاعك. لو انت دوست حرف الار تقدر تعمل روتيت. لو ضغطت حرف التي بتقدر تتحكم في السكيل. في نفس الوقت اف 1 النافذة الرئيسية بتاعتك، اف 2 التوب، اف 3 الرايت، اف 4 الفرونت، اف 5 الاربع نوافذ بتوعك. بعد كده عندك تحت قائمة الماتيريالز، دي مهمة جدا خصوصا في قائمة الايديت، ديليت اند يوزد ماتيريالز وديليت دوبليكيت ماتيريالز. لو انت عندك مشروع كبير شغال عليه وعاوز تمسح الخامات المتكررة او اللي انت ما استخدمتهاش بيبقى عن طريق الامرين دول. في نفس الوقت في عندك البوليجونز والايجز والبوينتس، مهمين جدا خصوصا لو انت تشتغل موديلنج. برضو الناس اللي لسه مثلا جديد مع البرنامج او انت عايز توفر على نفسك وقت، تقدر تعمل ابديت للكونتنت براوزر وتنزلها عندك على الجهاز، هي حوالي 7 جيجا تقريبا. انا في درس النهاردة هلجأ لموديلنج خارجية، فبالتالي انا هنشئ كيوب هسميه روم. طبعا يفضل انك انت تسمي الحاجة باسمها علشان خاطر يبقى الشغل منسق ومنظم، وفي نفس الوقت لو في بوليجونز كتير الدنيا ما توسعش معاك وتتوه. الروم مثلا انا دلوقتي وقفت عليها، طبعا اول حاجة عيني تيجي عليها الاكس والواي والزي. العرض هيبقى مثلا 3.5 متر، الارتفاع هيبقى 2.70 متر، العمق هيبقى مثلا 6 متر بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طبعا دلوقتي عشان اقدر اعمل اديت عليها لازم الاول احولها البوليجون، وده عن طريق حرف السي بيحولها معايا لشكل مثلث، او ان انا اضغط على الزرار ده ميك اديتابل الـ2.1. بعد كده هقف على البوليجونز واختار الحيطة اللي انا عاوزها هيبقى فيها الشباك. هروح الاول على الموديل اللي انا حملته قبل كده الشباك بتاعي، كنترول سي، ارجع تاني للمشهد واعمل كنترول في. طبعا غالبا بيبقى الاسكيل مش مظبوط، بس الاول لازم احرر الموديل بتاعي عن طريق ان انا اضغط على الايقونة دي ايقونة الموديل، وبعد كده ابدأ ان انا اصغر السكيل بتاعي زي ما احنا شايفين كده. المهم ان انت دايما تكون مرتب افكارك وعارف انت عاوز ايه بالظبط. نعمل روتيت تمام بالشكل ده كده. ابدأ احط الشباك في المكان اللي انا عاوزه، مثلا انا عايزه في المكان ده يعني بالشكل ده كده. بعد كده بروح اختار الروم بتاعتي واختار الحيطة بتاعتي اللي انا عاوز يبقى فيها الشباك بتاعي، واروح اعمل رايت كليك ومختار اللوب سلاش باث كات. ابدأ ان انا اقطع من الحيطة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده ماشي، يعني الشكل ده كده مثلا. بعد كده هروح على البوليجون اللي هو مكان الشباك واعمل له ديليت عشان اقدر ان انا بالشكل ده كده. اختار الويندو بتاعي رجعه مكانه. انا بصراحة من النوع اللي بيحب يهتم بالتفاصيل، فبالتالي انا احب يبقى شغلي مظبوط، فارجع الفريم بتاع الويندو على الحيطة بالظبط عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل اثناء الشغل. بعد كده دي الغرفة بتاعتنا هي بقت بالشكل ده تقريبا
بدأت ملامحها تبان. برضو ممكن نضيف لمسة جمالية كده للغرفة بتاعتنا عن طريق select loop path، هختار العرض بتاع الحتة دي كده من الغرفة، بعد كده هختار تاني اللوب باث بالشكل ده، بعد كده تاني نختارها رايت كليك ونختار اكسترود اوفيس نخليها زيرو، ونبدأ ان احنا نزود شوية كده بالشكل ده تمام زي ما احنا شايفين كده. حتى الآن بدأت الغرفة ملامحها تبان. بعد كده هروح اجيب الموديل التاني بتاعي الكنبة بتاعتي. طبعا زي ما احنا شايفين في مشكلة في البوليجون انها قليلة شوية، فبالتالي في يعني شكل طبعا مش احترافي خالص. لازم نحل المشكلة دي، ودي بيبقى عن طريق امرين، اما السبديفيجن سيرفيس اللي هي الامر ده، او ان انت ممكن على فكرة تختارها، يعني انت ممكن تختار الموديل اللي انت عايز تحل مشكلته وتدوس الت وتدوس على الشكل ده كده زي ما احنا شايفين، او ممكن عن طريق قائمة السكلابت تمام، تختار الموديل بتاعك وبعدين تبدأ تضغط سب دايف سب دايف. بس طبعا خلي بالك يعني ما تزودش عن ليفل 2 لو انت الجهاز عندك امكانياته مش عالية، عشان الموديل ما يتقلش معاك وتلاقي فيه مشاكل كتير. طبعا دلوقتي في مشكلة قابلتني، اني لما ارجع للشغل بتاعي وحبيت اعدل في السكيل بتاع الكنبة دي مش هعرف، فهتبقى مشكلة بالنسبة لي. فبالتالي حل المشكلة دي ازاي؟ طبعا المشكلة دي نتيجة الايكون اللي ظهرت صغيرة دي اللي هي السكلابت اكسبريشن دي، لو انا مسحتها انا فقدت التعديل اللي انا عملته، فبالتالي انا عاوز اخليها وفي نفس الوقت اقدر اعمل اعدل السكيل. فكده بقف على البوليجون بتاعي واعمل رايت كليك واختار current state to object وامسح الامر ده، لان هو اوريدي نسخ لي خد لي كوبي من البوليجون بالاعدادات دي جوه البوليجون ده، واقدر ان انا اعمل لها سكيل زي ما انا عاوز تمام لغاية كده. كنترول سي، هنرجع تاني للنافذة بتاعتنا كنترول في، طبعا السكيل هيبقى مش مظبوط طالعة صغيرة جدا. نبدأ ان احنا نكبر الشكل بتاعنا كده تمام، نرجعه كده للآخر. اوكي طبعا انا بستخدم بلاجن اسمه دروب تو فلور، ده يعني حلو جدا ومهم في نفس الوقت جدا، بيوفر عليك كتير. المهم احنا كده وصلنا لحد ايه النقطة دي كده، مفيش خلاف. بعد كده هلجأ للأوبجكت التالت اللي معايا اللي هو السجادة، روح لقائمة السكلابت سبديفيجن 1 2 كفاية تمام. بعد كده نرجع تاني وزي ما عملنا قبل كده كنترول سي كنترول في، طبعا اكبرها شوية بالشكل ده كده، احطها كده هنا تمام لحد كده. ايه احنا اعتقد متفقين ونتيجة مقبولة بنسبة لا بأس بها لغاية دلوقتي. بعد كده هلم الشغل ده كله بتاعي واعمل جروب هسميه روم تمام. تاني حاجة بعد كده هروح لها الريندر سيتنجز، هبدأ ان انا اختار يعني الكادر بتاعي عايزه كام في كام، ممكن 1920 في 1080 ممكن اغيره زي ما انت عاوز. بعد كده من قائمة الستاندرد اختار الكرونة، ومش هعمل اي حاجة دلوقتي خالص في الاعدادات بتاعتها غير اني هروح لقائمة الكورونا واختار كورونا سكاي. انا مش محتاج التاج دلوقتي فهمسحه، يعني سكاي بس ممكن كنت انشئها من هنا، بس انا حبيت اوريكم الطريقة. هروح لقائمة الكورونا ماتيريالز واختار نيو ماتيريال، دبل كليك، هفعل فقط السيلف اليمنيشن وان انا اسحبها بالشكل ده، ونعمل رندر ونشوف النتيجة بتاعتنا توصل لنا لإيه.
يعني زي ما احنا شايفين الإضاءة بتاعتنا كده يعني ضعيفة شوية. تمام، طبعا الريندر بتاع سوري الإعدادات بتاعة الكورونا بتحتاج تتعدل، ما بتقدرش تكتفي بيها كده. بس ايه، هنتابع مع بعض خطوة خطوة. الأول أنا هزود المالتي بلاير بتاعة السيلف إليمينيشن عليها شوية ونجرب نعمل ريندر تاني. طبعا هتلاحظ الفرق دلوقتي، هتلاقي الإضاءة أشد بالشكل ده كده، طبعا اختلفت تماما عن الفريم الأولاني. يعني أنا متخيل الشكل كده لحد ما مقبول. بعد كده هنبدأ نروح للكورونا سان. طبعا الكورونا سان في قائمة الأوبجكت فيها كذا أمر مهم جدا. السايز ده بيحللك مشكلة الظل، لما بيبقى في انعكاس ظل على الموديل بيبقى شارب شوية، بتقدر تنعمه عن طريق السايز، الانتنستي شدة الضوء بتاعة الشمس، الفيو سايز الفيو اللي ظاهر لك ده تقدر تصغر الحجم وتكبره كده. تمام، عندك اليوز كلر فروم سكاي، انا عموما ما بلجأش ليها غير نادرا قوي، انا بختار دايما الكلر. عندك بعد كده حاجة اسمها الروتيشن والانجل، الروتيشن اتجاه الضوء اللي جاي منه الضوء، والانجل ده التوقيت بتاع اليوم. كل ما 45 دي قلت زاوية 45، كل ما قللتها دخلت في الليل، وكل ما زودتها دخلت في بداية اليوم. انا مثلا النهاردة يعني هختار مثلا 42، ونخلي الروتيشن مثلا 300، او يعني يعني ممكن نخليه 230 افضل. تمام، جاي من اتجاه النافذة، طبعا لازم يكون اتجاه الضوء جاي من النافذة بتاعتك اللي انت عاملها في التصميم عشان ما يبقى الشكل الشغل بتاعك غريب. يعني هتلاقي في مشكلة لو ما دخلش الضوء من المكان بتاعه المخصص ليه. بعد كده زي ما احنا شايفين، لو جينا عملنا ريندر عشان نشوف النتيجة لغاية كده، زي ما احنا شايفين كده وقلنا، هتلاقي الظل بتاعك فيه شارب، طبعا مش واقعي شكل الظل عموما، ما هوش يعني ما فيهوش رياليتي. تقدر انت تحل المشكلة دي ببساطة جدا عن طريق انك بتروح على السايز تخليها مثلا 25، وتخفف شوية من حدة الضوء تخليها مثلا 800. ونجرب تاني، نعمل رندر تاني، نشوف ناخد فريم جديد ونشوف الفرق. شايفين كده حلينا مشكلة الظل، بقى أكثر احترافية، في نفس الوقت برضو الـ يعني شكل الضوء اللي داخل حتى من النافذة شكله أفضل حالا، وبتحس ده أكتر في الحواف بتاعة التصميم بتاعك، بتحس إن الظل فيه بقى شكله واقعي أكتر وبقى بصورة أفضل. ده كده حتى الآن جزء اللايتنج، ممكن برضو ان انت تعدل عليه عن طريق الكورونا في اف بي عندك في قائمة البوست تون مابينج. الاكسبوجر ممكن مثلا نخليها 1.5، ممكن مثلا الهايلايت كل ما انت قللتها السطوع بيزيد، كل ما انت زودت القيمة بتاعتها السطوع بيقل، فانا مثلا هخليها 10. عندك مثلا الكونتراست كل ما زودتها برضو بيكون يعني مثلا ممكن نخليها 1.5، كل ما بتزودها يعني الإضاءة بتغمق شوية لكن برضو بيضيف لمسة واقعية على التصميم بتاعك. تمام لحد كده. في برضو حاجة تانية عاوزين نروح لها جوه إعداد الكورونا، خاصة في امر اسمه البلوم اند جلير، ده بيتحكم في الضوء، بيضيف زي لمسة ضبابية بسيطة على الإضاءة فبتبقى شكلها واقعي أكتر. أنا مثلا هخلي البلوم 1.5. بصوا لو أنا اخترت دلوقتي الفي اف بي، شايفين الشكل بقى عامل ازاي، بيضيف لمسة ضبابية كده شوية على الضوء، بيبقى شكله
واقعي اكتر. تمام، ده دلوقتي بالنسبة للإضاءة. بعد كده القسم التاني قسم الخامات، ازاي تقدر تحط خامة كويسة. طبعا انت عشان تنشئ خامة، ده ان شاء الله بإذن الله برضو هنتطرق ليه في درس تاني، لكن النهاردة هنعرف ازاي نجيب خامات جاهزة للكورونا ريندر من عن طريق النت، عن طريق موقع الكورونا ماتيريالز نفسه. بتخش الموقع وتعمل اكاونت عادي جدا، تعمل ساين ان، تخش على حاجة اسمها الماتيريال لايبراري. مثل الموقع ده بتقدر تحمل منه اي خامة انت عاوزها وتعدل عليها لو انت حابب، وبتقدر برضو زي ما انت بتستفيد انك ممكن تفيد، انك انت لو عامل خامة كويسة ممكن تشاركها مع الناس، تعملها ابلود وهكذا. انا مثلا في درس النهاردة حملت بعض الخامات من الموقع وفكيت الضغط عنها، خامة مثلا للفلور الأرضية مثلا بالشكل ده، ادي التكستر، وطبعا ده الملف بتاع الخامة اللي فيه الإعدادات. ممكن تستخدمها زي ما هي، ممكن تعدل عليها زي ما انت عاوز. طبعا انا سحبتها جوه البرنامج، هتبقى طبعا بالتأكيد ظاهرة معايا هنا، لكن لما هاجي انقلها اخد منها كوبي وانقلها جوه المشهد بتاعي هتتنقل، لكن هيبقى الخامات مفقودة، لازم اجمعها تاني بنفسي. لا هي والله طلعت اهي متجمعة، هبدأ بعد كده اسحبها على سوري، هختار من الروم البوليجونز بتاع الارض فقط واسحب عليه الخامة بتاعتي، واختار الكوبيك، واختار مثلا اخليها 50 على 50. تمام، هنبدأ برضو نتطرق للكاربت زي ما احنا شايفين كده. كانسل، مش عايز اعمل سويتش عشان طبعا هو في اصدار كورونا، يعني الخامة دي اتعمل في اصدار كورونا مختلف. هرجع تاني للمشهد بتاعي، كنترول في، طبعا الخامات مفقودة لان دي مكانتش مسحوبة قبل كده. كاربت، نخش هنا ونختار كاربت 1، بعد كده هنا البامب، هنا بامب ظهر معايا، displacement الشكل ده كده. تمام، واروح صاحبها على السجادة بتاعتي، نختار الكوبيك من هنا بالشكل ده كده. طبعا في مشكلة عندي دلوقتي في الروم، الايدجز دي بتعمل لي مشاكل، يعني دلوقتي مثلا انا سحبت الخامة بتاعت الارض جت في حتة وحتة، لا ده عشان انا عامل قطع للنافذة، يفضل ان احنا نشيل الايدجز دي، بيبقى عن طريق الامر ده كده، نعلم على الايدجز اللي احنا يعني مش محتاجينها، ورايت كليك تختار حاجة اسمها ميلت. تمام بالشكل ده كده، ده حتى الآن. بعد كده هنلجأ للخامة التالتة السوفت فابريك بالشكل ده، تقوم ساحبها كده برضو نفس القصة، كانسل، ماشي، كنترول سي، تايلد، كنترول في، دبل كليك، برضو الخامات مفقودة. خامة الفلور الأولانية يمكن عشان أنا كنت مستخدمها قبل كده في مشاريع تانية، فبالتالي محفوظة على في مكان ما في السيستم، فمحتاجهاش مني تاني. نرجع على الديسكتوب، سوفا فابريك، بالشكل ده. تمام، بعد كده يعني هنا كده نختار الكيوبيك بالشكل ده كده. طبعا احنا عايزين خامة خشب تانية للأمر ده، ممكن بقى ساعتها ألجأ لإيه، كنترول سي كنترول في، خدت نسخة من الخامة بتاعتي، بس أنا عاوز أروح للنت وأجيب خامة تكستر. صور،
يعني ممكن نقدر ننزل كده مثلا الخامة دي save image download. هسحبها بالشكل ده كده، بعدين copy paste، وهنا paste بالشكل ده كده، وأقوم ساحبها هنا بالشكل ده كده. حتى الآن بعد كده مثلا هختار خامة، سوري خامة عادية جدا، يعني ممكن اسحبها هنا عموما، بس اجيبها في الاول كده عشان ما اغطيش على الخامات اللي انا حاططها. برضو بالنسبة للويندو نفس الكلام، يعني الشكل ده كده. ونبدأ نشوف ريندر هي وصلنا لفين. يعني بدأت الدنيا تبان معايا كده. طبعا تقدر تحط الخامة اللي انت عاوزها بالشكل اللي انت عاوزه، تعدل على التكستر زي ما قلنا، يعني زي ما انت حابب. يعني انا شايف النتيجة حتى الآن مقبولة بنسبة كبيرة. ممكن بقى طبعا تحط برواز، تحط ترابيزة، ممكن يعني على حسب ذوقك انت. ممكن تعدل على الخامة بتاعت السجادة نفسها، تخش برضو على جوجل وتجيب شكل خامة تانية وتحطها، تعدل خامة الفلور، يعني زي ما انت حابب. حتى الآن يعني التصميم مقبول بنسبة كبيرة. أرجو النهاردة إن شاء الله إن أنا أكون وفقت معاكم في درس النهاردة إن شاء الله، وبإذن الرحمن إن شاء الله نتقابل في مزيد من الدروس في الفترة المقبلة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.